ضمان الرقابة الدستورية بين السلطات الثلاث، الفصل في مصداقية نتائج الاستحقاقات الانتخابية، استقبال الطعون والنظر فيها بعيداً عن وصاية وزارة العدل، هو ما تنفرد به المحكمة الدستورية مشكلة من 12 عضواً بين منتخب ومعين. لأن الجزائر دائما في المجلس الدستوري غلب عليه الطابع الإداري أكثر من الطابع القانوني، وبالتالي هذه المحكمة الدستورية المنتظر منها أنها محكمة قانون وليس محكمة سياسية أو محكمة إدارية. فالتشكيلة هي نفسها يعني 12 عضوا، فهي تتولى بالإضافة إلى أنها تبقى تمارس أعمال تشرف على العمليات الانتخابية خاصة الانتخابات التشريعية وانتخابات رئيس الجمهورية. الدستور الجديد ومن خلال استحداثه لمؤسسة بحجم المحكمة الدستورية يسعى من خلال جملة من المواد إلى تحقيق رقابة شاملة على السلطات الثلاث. صلاحيات رقابية واسعة أمام المحكمة الدستورية من أجل تعزيز المرفق القضائي وتعويض المجلس الدستوري على كثير من الأصعدة، على أبرزها ضمان المصداقية في نتائج الاستحقاقات الانتخابية.